رسالة لمن يهمهم الأمر في الدولة الجارة خارطة المغرب ليست مجرد قطعة من الورق تشير إلى حدود جغرافية بل هي لوحة تجسد تاريخا عريقا وحضارة عريقة خطوطها تقص حكايات الحضارات التي تعاقبت على أرضها من ممالك عريقة وإمبراطوريات عظيمة إلى حركات تحرير ونضال ملهمة ماذا عسانا أن نفعل لكم يا جيراننا؟ إنها شهادة حية على صمود شعب أبي واجه الغزاة والمستعمرين بحزم واصرار ولم يتخلى عن حقه في وطنه. أيها الشعب الجزائري، كل مدينة وقرية على هذه الخارطة تحمل حكاية فريدة تروي عبق الماضي وحاضر نابض بالحياة. يا كل فرد في الجزائر إنها فسيفساء من التنوع الثقافي ممزوجة بألوان من العادات والتقاليد التي تضفي على المغرب سحره الخاص. نعم يا إخوتنا الجزائريين، خارطة المغرب ليست ثابتة بل هي ديناميكية تتغير مع مرور الزمن حاملة آمال وتطلعات شعب يسعى لبناء مستقبل أفضل. هي بوصلة توجهنا نحو الوحدة والتقدم، تذكير لنا بمسؤوليتنا في الحفاظ على إرثنا العريق ودفع عجلة التنمية لبناء مغرب مزدهر للأجيال القادمة. فليكن شعارنا معا نبني المغرب. ونشرق من خريطته حضاره تضيء للعالم اجمع